اليوم من تجي الدولة تصادق على هاي قطعة الأرض اللي 1/13 اللي هي يعني شوف حتى بالكلام مالتهم يعني ما يعطي فد مبرر يعني صحيح. من قسم يقول لك هي آثار، ومن قسم يقول لك لا هي أرض زراعية، وأكو قسم حتى يقول لك هي خارج التصميم الأساسي لمدينة سامراء، يعني خارج التصميم لمدينة سامراء. زين لما هي إذا لنفترض إذا هي خلينا نقول زراعية، هناك قرار مجلس الوزراء بأن تملك يعني أصحاب القطع الأراضي اللي بنوا بها واللي عندهم قطع أراضي، هاي انتهينا من عندها في حال إذا هي زراعية. أما إذا آثار، شوف أستاذ ناصر، نفس هاي الأرض، شوف بال 1986 شيدت عليها مقبرة سامراء الجديدة، هاي أول فقرة. ثاني فقرة عندك قيمت عليها محطة تعبئة وقود المعروفة محطة المغراب، بنفس الأرض عندك محطة كهرباء شمال سامراء بنفس الأرض، عندك صارت المستشفى الخيري اللي صارت تبرعات من أهل المدينة بنوا بنفس المكان المستشفى الخيري يعني بنفس الأرض بعد ما صارت شغلة كورونا. المدخل سامراء الجديد من نفس هذه الأرض، الناقل مال مشروع مجاري سامراء من نفس هذه الأرض. زين لما هي آثار شو سمحتوا؟ شو سمحتوا المشاريع تقاموا؟ مع العلم طبعا اكو قسم من المشاريع في زمن النظام السابق يعني لو يدري بها آثار ما يخليها تصير، وجت ما بعد النظام السابق جو الحكومات المتعاقبه ما بعد 2003. زين شو سمحتوا مثلا محطه سامراء شمال سامراء شو سمحتوا بها تنبني؟ شلون خليتوا المدخل سامراء الجديد يعبر من عندها؟